طيب ازاي اطلع دقن وانا املس؟ خلينا متفقين ان في شباب كتير فشخ نفسهم انه يكون عندهم دقن، فلو انت معلم واحد من الناس اللي نفسك يكون عندك دقن فالفيديو ده يهمك يا ريس. بص يا معلم، انت كل يوم هتشيل دقنك بالموس مره الصبح ومره بالليل، وتفضل يا معلم ماشي على النظام دوت لمده شهر، وفي شهر واحد يا معلم او اقل من شهر هتلاقي جلدك التهب ودقنك اتقطعت من كتر ما انت عمال تمشي موس عليها، ومش هتشوف فيها شعرايه برضه. بتقول ايه؟ يعني من الاخر كده يا معلم مفيش حاجه بتطلع الدقن، وكل الحاجات اللي انت بتسمعها او الزيوت اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا كل ده هري، ولو الحاجات دي بتجيب نتيجه كان زمان القرد نفع نفسه. انا حمار وغبي، الحمد لله رب العالمين، الاثنين حمار وغبي، باركي لي يابا. انا حمار وغبي، الموضوع كله بيرجع للجينات بتاعتك، ملوش علاقه باي حاجه. وبس كده يا معلم، ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده، وما تنساش تكتب كومنت تعمل فيه منشن لصاحبك الاهبل اللي بيقولك شيل دقنك بالموس هتطلع. كليفر فوق.